قبل ما تبداو ضغطوا على سابوني، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد الاعمال ديالي، ضغطوا على جيم لا عجبتكم لا فيديو، وما تنساوش تبارطاجيوها باش تعم الفائدة على الجميع. السلام عليكم ورحمة الله متتبعي الكرام، اليوم جيت لكم بوصفة لذيذة وصحية وشاملة وغنية عن التعريف، هي سلطة المعكرونة. سلطة المعكرونة بالصلصة البيستو. نمروا المقادير إن شاء الله. أولا عندي هنا 250 غرام ديال المعكرونة اللي على شكل بابيون اللي سبق لي سلقتها، المدة على حسب اللي كاينة في الباكية أو الساشية ديال المعكرونة. أنا تبعت لي زانستخوكسيون ديال الفابريكون. عندنا هنايا 100 غرام ديال السوريمي مقطع، ويمكن لكم تجيبوا السوريمي اللي تيكون على شكل على شكل اسطواني، انا خديته هكا. عندنا هنا ايضا 100 غرام ديال المورتاديلا اللي قطعتها على شكل مربعات. هنا 100 غرام ديال الموزاريلا ديال السلطه، وعندي هنايا 10 ديال الحبات ديال الطماطم الكرزيه اللي قسمتها على جوج، القليل من المعدنوس تقريبا هنايا شي 3 ديال المعلقات مقطعين. هنا القليل من الزيتون الاسود والاخضر منزوع العظم. هنا جوج حبات ديال البيض اللي قسمت على 4. عندنا هنا ايضا المايس او الذره المعلب، وهنا عندي علبه ديال الطونه خليتها بالزيت ديالها، يمكن لكم ديروا جوج علب ايضا. وعندنا عصير ديال الحامض اللي غادي نحتاجوه، والابزار، زيت الزيتون، والصلصه ديال البيستو، والصلصه ديال المايونيز. نمروا الطريقه ديال التحضير ان شاء الله. اولا غادي ناخذ واحد الوعاء باش غادي نوضعوا فيه المكونات ديالنا. اول شيء غناخذوا المعشنات ديالنا او لي بات اللي سبق ليا سلقتهم، غادي نوضعوا عليهم او غادي نضيفوا لهم الابزار، نحلوهم، غادي نضيفوا لهم الابزار. وغادي نضيفو عليهم تقريبا واحد الملعقة أو ملعقة ونصف كبيرة ديال زيت الزيتون. هنعصرو عليهم الحامض، ولا نزلوا لكم شي عظام غادي تحيدوهم. انا ما غاديش ندير كاع نصف الحامضه، غير تقريبا واحد شويه، تقريبا واحد الملعقه. غادي نمزج هاد العناصر جيدا، بالنسبه للملح راه سبق ليا سلقت الحبات ديالي او العجائن ديالي في الماء المالح، ما نحتاجوش نضيفوا الملح الان. غادي نضيفوا المكونات الاخرى اللي عندنا هنا، غادي نضيفو المايس،
لكن انتو كتحبوا لي مايس بزاف، يمكن لكم توضعوا العلبه كامله او النصف كافي. ها هي نوضع كل شيء بعد ما كنزيد الماء، خليه لتحت يتسقطر، ويمكن لكم تصفيوه في الصفايه قبل ما تستعملوه. غنضيفو الطون ديالنا، غادي نضيف ايضا الزيت. يمكن لكم تحيدوا الزيت، او بالنسبه للناس اللي متابعين حميه خذوا الطون اللي بالماء ما تاخذوش اللي بالزيت. من بعد ما ضفت جميع العناصر وبما فيهم الزيتون، ها هي دابا هي السلطه ديالي. حركتها مزيان ومزجت كاع العناصر جيدا. دابا غادي نمروا للطريقه ديال تحضير الصلصه، هي اصلا واجده غير كيفاش غادي نخلطهم وصافي. هنا عندنا الصلصه ديال البيستو، هنا لا مايونيز، ناخذ الملعقه اللي حركت بها نضيف تقريبا واحد جوج معالق ديال المايونيز، ويمكن لكم ايضا تضاعفوا الكميه اللي كنتو كتحبوا المذاق ديال المايونيز. نضيف الصلصه ديال البيستو، عندي ملعقة كبيرة، غادي نضيف ملعقة أخرى، نمسجهم جيدا. نضيف لهم الان قليل من الماء النص، ونخلي القليل للتزيين. ثم كيف ما كتشوفوا بعد ما مسجت العناصر جيدا، نضيف على الصلصة، عفوا نضيفو هاد السلطة ديالنا. هو غادي نبداو في العملية ديال المسج ديالها. من بعد ما خلطت كل شيء العناصر مره ثانيه، غنمروا دابا للتزيين. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال السلطه ديالنا. نتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وانها تجربوها ان شاء الله، نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه اخرى.